عندي مناسبة باش نطلقوا مناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة. وطبعا السؤال كان علاش لقنا في الأقاليم الصحراوية؟ أقاليم جنوبية هي أقاليم جد مهمة لنا، طبعا أقاليم عزيزة علينا، ولكن ثانيا لأنه هذه الأقاليم كتبلور فيها كل رهانات ديال المغرب ديال غدا، من رهانات ديال التنمية المستدامة، تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية وتنمية بيئية طبعا. وغتمكننا هاد المناظرات الجهوية باش أولا نسمعوا الصوت ديال المواطنات والمواطنين في مكانه، والصوت اللي غادي يمكننا باش نبتكروا واحد الحلول ديال حول هاد التنمية المستدامة. وطبعا هاد المناظرات الجهوية غتمكننا أيضا باش نفتحوا المجال للدور ديال المواطن والمواطنة في بلورة السياسات العمومية، باش المغرب اللي بغينا الأجيال الحالية والأجيال المقبلة يمكنونا باش نوصل واحد المغرب اللي هو مزدهر إن شاء الله في أفق 2030 و2035. وشكرا.